بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 63. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال تعالى: وكفى بالله شهيدا رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. في هذا إثبات أن ما أنزل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة أنه من عند الله، وأن الله يشهد به سبحانه وتعالى، وليس هو من عند محمد كما يقوله الجاحدون والكافرون، وإنما هو من عند الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. فهذا فيه إثبات أن القرآن كلام الله، وأن السنة والأحاديث النبوية وحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالله يشهد بما أنزله على رسوله، أنزله بعلمه، فما مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي القرآني والوحي البياني السنة النبوية إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وهو من علم الله جل وعلا، من علم الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو من عند الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. وأيضا يفيد قوله بعلمه أن الملك ملك الوحي بلغه للرسول بعلم الله، وأن الله يعلم سبحانه وتعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الوحي من عند الله مباشرة أو بواسطة الملك الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام. ثم قال: والملائكة يشهدون. الملائكة عليهم الصلاة والسلام يشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويشهدون أن ما قاله وبلغه لأمته أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ففي هذا تزكية للرسول صلى الله عليه وسلم، وتزكية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من البلاغ والبيان للناس. ثم قال جل وعلا: وكفى بالله شهيدا. فشهادة الله جل وعلا كافية، ولكن إذا توافرت الشهود والبينات على الشيء كان ذلك أقوى له وأدفع للاعتراضات من المعارضين. وقوله وكفى بالله، الأصل كفى الله، فالله جل وعلا فاعل كفى، ولكن دخلت عليه الباء من باب التأكيد، وكفى بالله شهيدا، أي شاهدا على ما ذكر في هذه الآيات العظيمة. والآن حان وقت التأمل في هذه الآيات لاستجلاء ما يظهر لنا
فيها من فوائد وأحكام. فيؤخذ من هذه الآيات أولا إثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما ثبتت به رسالة الرسل من قبله، وهو الوحي من الله، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. فمحمد صلى الله عليه وسلم كغيره من إخوانه النبيين يوحى إليهم من عند الله، ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، وهذا من براهين رسالته صلى الله عليه وسلم، أنه لم يأتي بشيء يخالف الرسل من قبله، وإنما هو على طريقتهم وعلى ما هم عليه. ويؤخذ من هذه الآيات أن الرسل كثيرون، منهم من سمى الله، ومنهم من لم يسمي، ونحن واجبنا أن نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض، وإنما نؤمن بالجميع، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك، أي ذكرناهم لك، ورسلا لم نقصصهم عليك، بل إن الله جل وعلا لم يذكر لنا أسماءهم، ولكن نعتقد أنهم أنبياء الله ونؤمن بهم إجمالا. فنؤمن بالأنبياء والرسل إجمالا، ونؤمن بمن سمى الله منهم تفصيلا، فما أجمل الله ذكره نؤمن به مجملا، وما ذكره الله مفصلا نؤمن به مفصلا. ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. ويؤخذ من هذه الآيات أن نوحا عليه السلام هو أول الرسل، قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، لما حدث الشرك في الأرض أرسله الله يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، فهو أول رسول، وإن كان قبله أنبياء يعلمون الناس ويرشدونهم وكما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ويؤخذ من هذه الآيات بيان الحكمة من إرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فذكر سبحانه وتعالى أن الحكمة من إرسال الرسل في شيئين: الأول البشارة والإنذار، رسلا مبشرين ومنذرين، فيبشرون من أطاعهم بالجنة، وينذرون من عصاهم بالنار. والأمر الثاني لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يقول أحد يوم القيامة: ما بلغني من شيء، ما عرفت شيئا، ما علمت شيئا من هذا الأمر، فإن الله قطع معذرتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب لإقامة الحجة على خلقه. وفي هذا دليل على أن من بلغته الرسالة على وجه يفهم، وبلغه الوحي على وجه يفهم لو أراد، أنه قامت عليه الحجة. وكونه هو يقصر ولا يبحث، وأنه لو بحث لفهم ولا عرف، لكنه قصر في طلب المعرفة، أنه قامت عليه الحجة، لأن عدم فهمه إنما هو لتقصيره. أما من بلغه القرآن وهو غير عربي
أو بلغته الحجة وهو لا يفهمها بلغته، فلا بد أن تترجم له وتبين له. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.